رجعنا لكم من جديد في الجزء الثالث والأخير. نستقبلوا فنان عرفتوه في أراب آيدول، معنا دالي عامر. مرحبا. وختام مسك وعنبر تقول انت. هاي معك انت دالي. أهلا بك ميوسة، فرحان برشا نتعدى معك. عايشك. نقول إن شاء الله يا ربي عيد مبارك سعيد على جميع الأمة العربية الإسلامية والشعب التونسي وعائلتي أكيد وعائلتك وعائلة الناس كل، وفرحان برشا بالاستضافة دي. مرحبا بيك. ماكش وحدك معايا في البلاتو، معانا زميلتي هند الصحباني. مرحبا هند. مرحبا بك جميلات. انا محب الجميلات. شكون كيف يا فسفس؟ شنو وصل هالكلمه ذي؟ نعاودوه معناها واحد نعاودوه فسفس تسكيتو طياره عالمي مزيان. اما كلمه من اختراع فسفس هكاك خرجت هكاك سبونتاني يا اخي، مشيت مع الناس كل وليت حتى كي ننساها انا يقولوا لي العباد معناها. زي دالي انت عرفناك في أراب آيدول يا حسره. من قبل كانت عندك تجارب في ستار اكاديمي 6 ستار اكاديمي 5 و 6 في اكس فاكتور قتلتوها بحث معنا فوالا في استوديو الفن. زيدا تعتبر انه ظهورك في أراب آيدول لعبة حظ، معناها نجاحك بليتو في أراب آيدول لعبة حظ؟ ليس كلمة نعم، لجنة التحكيم في أراب آيدول هي سبب نجاح دالي، وهو من أكثر المواهب اللي خليت أثر للناس وخاصة لجنة التحكيم وقتها بسبب يعني مرض والدته ودرشنا. لا لا هاوش نجيو هاي هاي كانت هي سبونتاني معناتها ولا انت حطيت لنا باش عيد راه خير كانت سبونتاني بما انه كانوا عندي برشا تجارب سابقه اللي كانت تحكي عليهم توا وما خديتش فرصتي، كنت نلوج اني ناخذها الفرصه هذيك. وقتها كان فما برشا ضغط علينا، راه ما تشوفوش البرامج هذيك في قنوات ويغنية واحد، راه فما برشا بريسيون برشا تعب برشا تضحيات، واحد مش سهل باش يوصل. انا اول مره طلعت لبنان عمري 20 سنه، اما تعرفت عمري 26 سنه، فكست سنين هذوكم طلعت برشا مرات وجاني دي ديسيبسيون منهم في ستار اكاديمي. انا كنت على بعد خطوه اني ندخل الاكاديمي. اي هوني هذاك علاش سالتك، معناها لعب معاك الحظ ولا كيفاش؟ فما وقت اللي ربي سهل لك باش تاخذ فرصتك فتاخذ فرصتك. انا وقت اللي ما سهلليش قبل بعد جيت معناها أراب آيدول، برنامج ضخم وكبير برشا شاركنا فيه والحمد لله معناها جاتني فرصتي في البرنامج هذاك. وقت اللي ورغم اللي انا برشا ناس يقولوا لي انك وصلت، لا بالنسبه لي انا كنت نستحق اني نوصل اكثر من اللي انا وصلت له في أراب آيدول، خاطر لهنا تدخل فيها حكايه اخرى انه امور سياسيه وامور برشا حكايات. محمد عصيف هو خد اللقب وقتها يستحق على الاخر صوت صاروخي، وحتى كان مش محمد عساف كان جاي فلسطيني واحد اخر يهزها، حتى كان مش عساف لعبة سياسية معنا، خاطر وقت اللي كانت الامم المتحدة عمرها ما اعترفت فلسطين كدولة تجي عام 2012 تعترف فلسطين كدولة. دول اللي ما كناش قبل نسمع بمواهب فلسطينية في البرامج لا في ستار اكاديمي لا سوبر ستار لا غيره. كي وقت اللي صارت الحكاية ذيك فلسطين ولات معترفة بها كدولة جابوا انسان اسمه محمد عساف اللي هو صوت خرافي نعاود نقولها يستحق، وكان مبرمج من الاول اللي هو باش يهز الزمن. يعني انا نقول لك حتى بالتصويت ما كانش هو اكثر واحد يجيب تصويت، وحتى حتى حشتهم بيه من نفسهم. والبرامج هذيك كلها راهو اللي قرر فريق الانتاج شكون باش يهز، راهو من الاول يكون مبرمج الشيء معناها من غير تصويت هذاك كله. باهي في تجارب الاداء رغب علامه قال لك علاش تحب تغني، اجابتك كانت مؤثره وقتها. هذه ديجا بدات بها هند من الاولى، ما توا كيف ما شفنا الفيديو معناتها حسب ما فما شكون يقول انه الاداره غاديك ولا البرودكسيون هما اللي قالوا لك احكي هكاك على والدتك، فهمت؟ ضغطوا عليك يعني ما كانتش حاجه تلقائيه. باش تفاجئكم شويه معناها انا بما انه مشيت لستار اكاديمي عام 2006 2007 2008 قعدت عندي علاقه بهم الجماعه هذوكم. انا وقت اللي تعديت في أراب آيدول جاي الموسم التاسع ولا هو العاشر معناها في تونس ستار اكاديمي، جاء فريق الانتاج وقتها تقابلت انا وياهم. انا بما انه في تونس لنا تقابلنا قعدنا نحكي، تعرف ايش قالوا لي؟ قالوا لي علاش ما حكيتيش الحكايه هذيك في ستار اكاديمي ولا راك دخلت دوفيس ورانا جبنا لك امك وعملنا لك تصاور هذوك. قلت لهم انا راني ما كانتش مبرمجه الحكايه وكانت سبونتاني ومانيش قاعد معناها نتجر بها. انا حكايه امي انا بخيتو حكيت حاجه كنت حاسسها ومن نجم نحس بها كان انا الحكايه هذيك حبيت هكا معناها كنت متاثر وحكيت برشا كلام على فكره وقتها.
حكيت على تونس وقتها بلاد الثوره وقلت توا تونس هما ياخذوا الباساج اللي مش يضربوا يوصل للناس وقتها تونس بلاد نتاع ثوره ماذا بينا فنانين شبان يطلعوا جدد دكايا وانا نكون معناها ممثل الشباب في تونس كفنان موهبه صاعد وصوت ممتاز ودرجه كل نحي 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 كي قلت او عندي حكايه كذا كذا هذيك اللي ركزوا عليها هذا كي عملت ريبورتاج انا استوريك نتاعي الصغري كله كان كوره معناها ما عندي حتى علاقه بالغناء تشوفش الكرش هذا توا المهم وصلت هزيتهم تيران تاع كوره ونكور وندرني بالكوره وريبورتاج وصوروا لي وبعثوا لي كيف لبنان ما عداو منه حد شيء عداو لي جوست وقتلي انا وميمتي امي تعملك وتدعي لي وان شاء الله ان شاء الله وكهو مع الحكايه هذيك جات قد قد غاديكا سامحوني عرفت حكايه لي بوكس فهموها لي من بعد عاد وما راهو بوز بوزيتيف تكون عندك موهبه وعندك حكايه اخرى مؤثره تنجح وتكون ما جيت حتى شيء وتعمل في العفن وقد ما يسبوك الناس وتنجح كيما عنا المشكلة اللي في تونس توا اختنا من لبنان وموضوع لبنان المشكلة اللي في تونس توا اللي ولا النوع الثاني بتاع لباس هو اللي ماشي توا قاعدين نشوفه في العفن وكلنا ما نحبش نقوله هانا جايينو هانا جايينو هذا خاطر كنت حكيت خاطر كنت حكيت عليه برشا ما قبل هذا خان نختمه على برنامج عرب ايدول انك تعدى في قناة كبيرة وفي برنامج بالقيمة هذيك نورمالمون تحافظ على النيفو وعلى الشهرة اللي وصلت لها وقتها حاطينك تراجعت بعد ما خرجت من البرنامج رغم اللي عماني قمت بإنتاجات و... وأغاني وكل شيء شنو وعليش التراجع هذا؟ والله مش مني من الإعلام أكيد هاي نقعد شو توا فما مشكلة كبيرة وتوا لقعدنا في ديما الإعلام وتوا لقعدنا في طاولة وتفهمنا فيه الموضوع هذا هانا قاعدين خمسة انتوا ما تقولوا تقصير من الفنانين ونحن الفنانين قلوا من جرة الإعلام وجرة الواحد أنا راني باش نغلبكم في الحكاية ذي حتى كان بنات ما نحبش نتعارك مع بنات هاي تفضل أما راني باش نغلبكم راه هاي تفضل بالحجة أغلبني تمشي لمصر ما تسمع كان مصري تمشي للبنان تسمع كان لبناني تمشي الخليج تسمع كان خليجي دارنيير مون فاقوا المغاربه تسمع كان مغربي تزيري يا لغلا اخواتنا دوكم مسكرين تسمع كان تزيري تجي تونس تسمع خليجي مصر لبناني تزيري مغربي وما تسمعش التونسي وفنان التونسي يغني الانماط الموسيقيه الكل زاد ما انتوما انت توليت معناها يعني انتوما ما تغنيوش كان التونسي كل شيء انا كنت الموجه المغربيه ضاربه 2014 وقتها جست انت باغيه واحد مشيت للمغرب وجبت اغنيه من غاد يعديو في المغرب نتاع المغاربه المغرب ولد بلادهم لا شنو نعمل انا نبيض معناها نولي شنو معناها مشيت مع التوندونس بدلت الجو عملت يأسوا عليا كيما الراب درشون نقص ومشيت صورت في بلايص ممتازه في الجنوب وعملت بيبليسيتي ودرا شنو ما يتعداش معناش قنوات تعدي كليبات وملي اللي ذاعات يجيبك لهنا يعديك اغنيتك من هنا تروح انت منا تتلوح الاغنيه ونوحاس دونا ولما بدمك عصديري وانت معلم باي هاي فرصة هاي فرصة غنينا مقطع من الغنية اللي صورتها في المغرب لمهم بالحليلة يروحوا بالدوفيز وقت بلادنا تو في كريس انا جايين للدوفيز وكذا مساهر وانت كتبت عليه لا 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 انا جايين انا جايين المواضيع هذه الكل سمعنا كذا مساهر انت حكيت عليه مع الدوفيز قيصر هاي عشان نحكيوا عليها ما جست قبل سمعنا مقطع من الحلال يخدم هذا يمشي معه اي تفضل اي غرامي أنا مريض أنا مريض وانتي دوايا تعالي حدايا ريحني وهنيني ديما فحلاني ديما معاك أنا معاك وانتي معايا طيفك مرايا حلف ما يخليني بالحلال حلم عمري ومنايا بالحلال تكوني معايا بالحلال الله الله شوين بالحلال لكن برشا الحمد الغنية دي سمعتها برشا في اللي راديو راديو واحد برك لين سمعتها في اللي راديو معناه نعرفها الغنية من قبل ما نستضيفك ونعمل عليك ريسيرش أنا درت عليهم الكل وكنا نعدوا في التونس ونجوا فنانين تونس اللي يعبيو بينا أنا سمعت الغنية ذي في إذاعة التونس يجيبوا البرانية في البلاتوات وبعد يعبيو هما إلا راديو صراحة اف ام نوجهلو تحية كبيرة راديو صراحة اف ام 88.6 وزاد نعمل على ما نسمع غنيتي فيه اللي نحفظ الفريكونس نتاعو معناها فما إذاعات ما تعديتش فيهم جملة
وفما اذاعات ما تعدي كان نعطيك انا شعبويه ودرا شنو انا جهويات في تونس جماعه بنزرتي عادي كان بنزرتي في سوسه ما تسمع مش بالضروره حقا احنا في نابل مثلا مثلا نسكن يا شرعيه تحت السنجق والقنديل وما ويش المنوبيه نغاره يا سيده يا نغاره يا سيدة يا ناقشة دبر علي بكبارة يا سيدة الله الله ويحوت على الكسكوت اللبلب اللي نزلته بس تبدينا اي هند وينة في الغناء وينة من نابل غني لي حاجة ما عنا شيء نحن جماعة في كابون أنا ودي كابون ما عنا شيء ما عنا شيء شعنا في كابون نعمل دورة على الخريطة بجولين عدي اي ولد كابون أنا أصلي منزل بوزالفة خاطر نعم غني وخير الغني وخير جايين ببريك لا جايين ببريك كاملة نختموا بها بالغناء خليني قبل هذا ندور شوية على فيسبوك نتاعك على الستاتيو باي بنزرت لا 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 ندور شوية على الستاتيو تمشي إذاعات الساحل تسمع كل الفنانين اللي من الساحل تهبط لصفاقس تسمع كل واضح هذا موضوع حكينا فيه دليل في تونس العاصمة موجودين برشا فنانين اللي بالعلاقات واللي عنده تا واللي مليان جيبه مليان لا قاعد ما احنا كلي داخلين بعضنا شوي كيما سمعت كبيريكا وانا بشرة تحكي ثلاثة أربعة وجوه فنانين يقعدوا هما يتعدوا ويتعاودوا وزيد 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 لين تعيفهم والغير اللي قاعد يخدموا تعب ما يتعدش أنا انت دالي شوفناك في الإعلام من غير لا تظلم الإعلام أخي حقي يا أخي مزيان شوفناك أي مال علاش تنقد فيه وأنت ظاهر في الإعلام مش الكيفية اللازمة وقت اللي أنا نعمل أنا تعديت هذاك هو ما تقدرش تحب تعد ساعتين حصة كاملة يعطيوها لدالي عامل زاد أنت ما عندكش الإنتاجات اللي تعبي مثلا ساعة من الوقت في برنامج ما عندكش جو بيبليك مش يتبعك ساعة كاملة ولا ساعة ونص أنا عملت فيهم ثلاثة أغنيات أغنية عن أم وكليب وأغنية في المغرب مش سهل الإنتاج ما تحكيوش هكا راه نعرف مش سهل أنا ذاك واخو حقك في الإعلام أنت الإنتاج تتخيلوه سهل ماهوش سهل ماهوش سهل أنا اليوم أنا استضفتك من غير إنتاج مش لازم يعني فما إنتاج مش معناها الإعلام ما معنى أنا أنت توا جايبتني علاش تحكي معي على راب أيدول سامح ليه عندها خمس سنين تجربة فاش قام لا لا بدينا بيها وجايين لا 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 بدينا بيها خاطر الناس تعرفك من اراب ايدل لا لا ما عادش تعرفني من اراب ايدل لا صدقني فما باساج عملته في قناه خاصه انا تعديت بعقارب وحنوشه وضو وخرجت فيه روبوتات راوري الناس تذكرني بهذاك لا ذاك برنامج العاب احنا هوني برنامج حواري توا ما عادش يقولوا لي هذاك بتاع اراب ايدل يا هو دليل تاعك العقارب والحنوشه والضو نرجع لكاظم الساهر قلنا هبت ستاتيو قلت انه صوته مش طربي وانت قط يعني السوم اللي جايبيها 400 مليون ولا دونك انتقادات هذه معناها معقول انك تقول على القيس على الكلام هذا وانت مزلت ديبيوت كارير انتقدت فنان كبير كيما كاظم الساهر مش هو اللي فاهم وقلت القيس عطيته حقه ما سميه القيس لا قلت كيما يسميوه يعني انت ماكش معترف احتراما للجمهور وانا كيما يسميه القيصر هو قيصر بالنسبه لهم وما قلت عليه القيس بالنسبه لك انت مطرب فنان مش مطرب فنان كبير كيفاش مش مطرب فنان كبير عنده صوته مش طربي ماهوش طرب يعطيني نهار غنى مواويل وطرب كلمة مطرب شوفها باش نعطيك انا في الفن اش فما فما المؤدي والمغني والمطرب والفنان والمطرب وما فارق ما بينهم المطرب اللي كي تقول صباح فخري تقول مطرب كي تقول اللي دول نتاعي كي تقول السلطان جورج وسوف مطرب تقول دالي مطرب. عامر مطرب ولا كي تقول مطرب انت مطرب وكاظم الساهر مش مطرب مش انا صنفت روحي الناس وناس عاد لي ملك المواويل خاطر نعمل برشا مواويل في السهرات برشا مواويل شفت انا كي نمشي لكل سهريه كل مصنع تاع حق كي نخدم في ملهى ليلي يلزم برشا ريت كي نخدم في عرس يلزم شويه هكا وشويه هكا كي نجي في قناه خاصه يلزم نعرف زاداش نغني كي ندخل استوديو نعرف شنو انا اللي يلزم الناس كي تجي انا حفله خاصه ولا مثلا نقولوها ديني غالا نعرفها اللي كلها عائلات شي يحبوا يسمعوا ناس تحب تسمع ولا وقت صباح فاخر يوم كلثوم عبد الحليم ودي عصاف واضح داني نمشيو ستاتيو اخر قلت فيه اعلام العار وجمهور كبير غبي غير واعي توقفوا من جعل التافهين والغير موهوبين نجوم شكون من النجوم الموجودين حاليا اللي الاعلام ساهم انه يجعلهم نجوم هما ما يستحقوش في شكون تقصد معناها انا قلت سميت الجمهور هذاك غبي انه يحكي عليهم جانا في بلاتو تلفزيون نحكي عليهم معناها نسيل شاني انا حكيت عليهم وانت جاي يا توش حكيت لك البوز النيجاتيف
راهم مازمش تحكي عليا، راهم ناس تافهين. تعرف علاش؟ شفت الناس هذوكم كي يسمعني انا ذكرت اسمه يفرح على الاخر، قد ما يتسب راه هو فرحان. هذا اللي مكتوم ماكمش فاهمينه، راه شفت قد هو عارف روحه اللي هو لا عنده موهبه وما عنده حدش عمل حاجه. مش الناس باش تقول الله ولا يعطيك الصح، الناس باش تسبوا على هو الاوبجيكتيف نتاعو وصل له. نجي انا نسميه توا نقول فلان وفلان وفلان، يظهر لي مالوغوزمون ولا معروفين، ومالوغوزمون دخلتهم للناس. كي نقول دخلتهم مش الناس كل، معناها ما نحكيش عليكم انتوما ولا في تلفزه تي في الحقيقه، مش رامي ورود ومش اول مره نتعدى فيها. ونوجه تحيه كبيره لخويا وصديقي انيس الباجي اللي معناها هذاك خويا وعشيري على الاخر، تعديت برشا مرات فيها التلفزه نعرف اللي هي فما مستوى معين ما يتيحولوش، لكن فما قنوات اخرى طاحت في المستوى اكثر ما تتصور. نزيدك انا ما اقوى وقول الدعويش، فما برامج انا ما تشرفتش اللي تعديت فيهم بعد ما جابوا ناس اخرين. مثلا شكون تعديت فيهم؟ سمي لي البرامج، سمي لي. لا من غير ما نسمي البرامج، معروف لا سمي لي. انت ما عندكش الجرأة باش تسمي الاشياء بمسميات. تبرمج مش فيا معناتها باش تولي عندي الجرأة باش نقول لك فلان وفلان وفلان. اي يا تحكي لي تعطيني اسم يا زيد. فما برنامج تعديت فيه يجيب كل ما هو مواهب هذاك بعد، اوكي يجيبونا بعد ما نروحوا من لبنان وتعدى وغني لي اكابيلا ويحب يفقص عليك شويه عظم ويصب عليك شويه ماء. تحكي على برنامج لاباس انا وفلور ثاني. من بعد يجيب لك الناس اللي يا ربي رانا في ايام عواشر يا رب، خاضع رعايه وزدر عريان البنات والاولاد اللي هما منصوبين. اما البرنامج هذا عطاك مساحه وظهرت للناس وهو من البرامج الاولى في السوق. انتم محسين اللي هي مزيه معناها يا اخي، ماهوش مزيه على ما تفهموش الحكايه. مش مزيه ما عطاك حقك، هو باهي داري خنبدلو شويه الجو. شنو اللي عطاو الجيش؟ استنى استنى استنى، لا لا نوح انا معاك، يعني شنو معناها عطاك حقك؟ وعمل شنو هو وقتها؟ مش جاب لي امي على اساس باز اللي هو مش لي انا. كان جيت لوج عليها البوست عملت لي في الام بي سي، وما ادراك ما الام بي سي. لميتين قناه، قناه تونسيه ما يجيوش في عشر الام بي سي. مع احتراماتي لجميع القنوات التونسيه، نحكيو على الشاشه رقم واحد في العالم العربي. ما لوجتش عليها وربي هو اللي يعلم. جات سبونتاني وصارت لي البوز وقتها. كان هو ماشي في باله عمل لي البوز، لا غلط عملها الروح وما عملهاليش ليا. وقتاش حاجتي بيه كان؟ بعد ما انا عملت البرنامج. كي تقولي انت وقتاش لهنا نجيو للانتاجات اللي هي ما تعديتش في لاباس مثلا. على ما يجيبنيش كان عملت بالحلال ويعس علي ويعس علي امي تجرس، اش بيجيبني كي تعديت في ارب ايد؟ خاطر وقتها سخونه الشوارع نتاعي، وقتها صارت لي بوز، توا ما عادش نعمل البوز انا. كي ولا الاخر روبريك حضرنا دليل بدوني باش نقترح عليك لعبه صغيره نلعب وي باش نسالك باش نعطيك اسامي فنانين تونسه وانت تقول لي تغني لهم والا لا. وإذا تغني لهم ما تاخذ الميكرو وتغني لهم نغني للناس الكل. بيدو البريكا دي اش نختموا الحصة يتفضل. طب نغني برشا اي برشا عنا برشا اسامي انا ما نحكيوش ماذا بينا غني 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 يتفضل. لا نوريك في الكواليس تحكي عليهم. بيدو غني صبر الرباعي. ابا يقصد امير الطرب العربي. برشا سيدي منصور وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك سواني قربني ليك سبني أعيش إحساسي بيك بتحدى العالم كله وأنا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي قلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. الله الله يا حبيبي. اللي بعد سيدة نعمة. هو يما الاسمر يما سبب داي عيني يا يما هو اللي سحرني 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 وقتلني قتلني داي من نظرة عيني. هو يما حبيبي يما يا حبيبي. السيدة نعم على فكرة من الكابورة من قبيل اصلا انا نقينا غنية من الكابورة ازمور من ازمور هيدي حبوبة وخلوهولي
ريدي رفيق العمر خلوهولي ريدي رفيق العمر خلوهولي عيوني على فرقاه ما يحلولي ريدي رفيق العمر